سليما عن بعد من داخل مجموعة الفاعلية والإبداع. سنتطرق في هذه الحصة إلى مفهوم التقنية، تقديم دلالة هذا المفهوم، أنواعه، ثم سنعرج بعد ذلك على المحور الأول المتمثل في التقنية خاصية حسابية، منطلق من تمهيد وبناء التقابلات لينصل إلى المواقف فالاستنتاج، فعلى بركة الله فلنبدأ هذه الحصة. إذا كتمهيد لمفهوم التقنية، تشكل التقنية أهم جانب إبداعي عرفه الإنسان، فبفضلها انتقلت البشر من ضمة الكهوف إلى رحابة الكون التسليح. فالإنسان يوظف موجودات الطبيعة وفق ما يخدم مصالحه وأهدافه ويوفر حاجته ويشبع رغباته. فالإنسان يتميز بامتلاكه خطة للحياة، أي يستشرف المستقبل ويضع خططا استراتيجية لتأمين بقائه مستقبلا، عكس الحيوان الذي يبقى حبيس خطته الحيوية. فما المقصود بالتقنية؟ يستفاد من هذا التقديم على أن التقنية شبه خاصية إنسانية، لأنها هي التي استطاعت أن تنقله من ضمة الكهوف والعيش البدائي الأولي التي امتد داخل العشيرة، ليصل اليوم إلى ماذا؟ إلى وصوله إلى القمر ورحابة الكون الفتيح. فما كان هذا الأمر أن يتم لولا توظيفه للتقنيات التكنولوجية المختلفة. الفكرة الثالثة المستفادة من هذا التقديم دائما هي أن الإنسان يتميز بخطة للحياة، أي بقدرة على استشراف المستقبل ووضع خطط استراتيجية بغية تحقيق الأهداف. إنه يمتلك خطة للحياة عكس الحيوان التي تبقى تقنيته مجرد تعبيرات بيولوجية لا أقل ولا أكثر. إذا ما المقصود بالتقنية؟ وهنا سنتطرق إلى تحديد مفهوم التقنية بصفة عامة، ثم بعد ذلك سنعرج على أنواعها. يطلق مفهوم التقنية على مجمل الإجراءات والعمليات والخطوات التي يسخرها الإنسان لتحقيق أهداف معينة، ونميز بين نوعين من التقنية. تقنية مادية تطلق على جميع الأدوات والوسائل والابتكارات التي يصنعها الإنسان عبر تحويل مواد الطبيعة. تقنية ذهنية وتشمل العمليات الفكرية والعقلية التي يقوم بها الإنسان للتوصل إلى حلول من المشاكل التي تصادفه أو من أجل البحث عن الحقيقة كالمناهج المعتمدة في البحث. استفاد من هذا التعريف على أن هناك مفهوم عام وشامل للتقنية لوصفها جميع الإجراءات والعمليات التي يسخرها الإنسان لأجل تحقيق أهداف معينة. الاستفادة التالية والاستنتاج التالي دائما من داخل التعريف، نستنتج أن هناك نوعان. تقنية مادية تقوم على تحويل مواد الطبيعة من خلال الابتكارات والأدوات وصنع الوسائل، وتقنية ذهنية تتجلى في العمليات الذهنية والعقلية والفكرية التي يقوم بها الإنسان بتخطيط استراتيجي لتحقيق أهداف معينة. نصل الآن عزيزي التلميذ إلى عناصر الإشكالية المحور الأول. تتعدى التقنية وجود الإنسان وتتخطاه إلى قلب الحياة الحيوانية، فما هي مظاهر التقنية؟ إذا التقنية ليست حكرا على الإنسان، وإنما توجد عند الحيوان أيضا. سنبني الإشكالية من خلال الوقوف على التقابلات والمفارقات، ونعمل على صياغتها في تساؤلات لدي تقارب طبيعي. هل تعبر التقنية عن الجوانب الطبيعية في الإنسان أم الثقافية؟ إنسان حيوان. وإلى أي حد يمكن اعتبار التقنية خاصة إنسانية أن تتجاوزه إلى الحيوان؟ خطة حياة، خطة بيولوجية. وبماذا تمتاز خطة الحياة عن الخطة البيولوجية؟ مادية، ذهنية. هل التقنية جانب مادي أم تخطيط ذهني؟ حاضر، مستقبل. هل التقنية وسيلة التعامل مع الحاضر أم لاستشراف المستقبل؟ يستنتج من هذا على أن التقنية دائما ما تضعنا أمام عدة تقابلات: الثقافة مع الطبيعة، الإنسان مع الحيوان، الحياة مع البيولوجيا، ثم المادي مع الدين، الحاضر مع المستقبل. نصل الآن إلى أهم المواقف في إطار الإجابة عن هذه التساؤلات. الموقف الأول لأوسل شبينغلر يعتبر فيه أن التقنية عند الإنسان نمط وجود قديم، إنها استراتيجية وخطة للحياة، بينما هي عند الحيوان مجرد خطة حيوية يدافع بها عن نفسه ويحييها. المستفاد من هذا الموقف أن شبينغلر يعتمد على أن التقنية قديمة بقدم الإنسانية، فهي مجهولة التاريخ ومجهولة النشأة. الشيء الثاني هي أن التقنية تتجاوز الإنسان إلى الحيوان مع وجود بعض التمييز والاختلاف من خلال
الإنسانية تعبر عن خطة حياة، أي أنها يوظفها الإنسان من أجل الانسلاخ من سيطرة الطبيعة والبيولوجيا ويسعى من خلالها إلى استشراف المستقبل عبر وضع خطط وأهداف وغايات يسعى إلى تحقيقها. أما بالنسبة للحيوان فإنه يوظفها فقط لوصفها المعطى البيولوجي الغرض منه هو الإبقاء على حياته. تقنياته وضعت إما من أجل الهجوم وإما من أجل الدفاع، من أجل خدمة استمرارية النوع البشري. روني ديكارت ميز بين الفلسفة النظرية والفلسفة العملية، فقراية الفلسفة العملية هي معرفة مضادات طبيعة السيطرة عليها. يستفاد من هذا التعريف أن ديكارت يوجه دعوة للفلسفة بأن تخصص شقا للفلسفة العلمية بعيدا عن الفلسفة النظرية. فإذا كانت النظرية تبحث في خواص الأشياء كالماء والماء والتراب وغيرها والوقوف على مكوناتها الأساسية، فإن الفلسفة العملية تهدف إلى استثمار تلك النتائج النظرية وخلق تقنيات الغرض منها هي ما هي سيطرته على الطبيعة. دعوة ديكارت تدرج عموما في دعوة في التحكم على الطبيعة أو الدعوة إلى السيطرة عليها وامتلاكها وإخضاعها من أجل أن تشبع حاجة الإنسان الإنسانية. فديكارت على الأقل من الفكرة الأساسية هي أن الطبيعة أو أن التقنية وظيفت من أجل الخير الأسمى، والخير الأسمى والعظيم هي صحة الإنسان، وهذا الصحة لن تتم إلا إذا استطاع الإنسان أن يتحرر من سيطرة الطبيعة ويخضعها من أجل إشباع حاجته وأهدافه الأساسية وفي مقدمتها الغذاء. بالنسبة لمارتن هايدغر ينمو عن تصور جديد مغير كليا لفلسفة ديكارت، إنه توجه الفلسفة المعاصرة مقارنة بتوجه الفلسفة الحديثة. هذه دعت إلى السيطرة والتحكم، وهذا يدعو إلى التحكم في التحكم، أي ضرورة إخضاع التقنية لنوع من المراقبة. يعتبر ديكارت هايدغر التقنية رمز وجود الكائن الخاضع للسيطرة الفكر التقني، فالعلم الحديث قائم في سيادة التقنية، فالتقنية واضحة تتحكم في وجود الإنسان. يستشف من هذا التعريف على أن هايدغر أو من هذا الموقف عفوا على أن هايدغر يعتبر على أن مساحات التقنية آخرة في الانتشار وآخرة في الاتساع، فهي تمتد لتشمل وتمتد سيطرتها على مختلف جوانب الحياة لدرجة يصعب فيها تصور المجتمعات المعاصرة دون أن تكون حاضرة فيها هذه التقنية. ويسجل أيضا هايدغر إلى ضرورة ودعوة مفادها إخضاع التقنية للتحكم. نصل الآن إلى الاستنتاجات. الاستنتاج الأول التقنية خاصة للإنسان بامتياز، فهي لا تعبر عن جوانب حيوانية وإنما عن جوانب ثقافية محضة. عن الاستنتاج الثاني تتعلم التقنية جانب المادي إلى التخطيط الذهني، وهذا يمتاز به الإنسان. التقنية ليست تعبير عن الحاضر وإنما هي استشراف للمستقبل. وظيفة التقنية للتحكم في الطبيعة ثم أضحت تتحكم في الإنسان وسجلت الفلسفة المعاصرة دعوة إلى ضرورة التحكم في التحكم. إلى هنا أعزائي التلاميذ نأتي إلى ختام هذا الدرس مع متمنياتنا أن يحقق أهدافه التربوية والبيداغوجية. دمتم سالمين غانمين، والسلام عليكم ورحمة الله.